هننفذ في فيديو النهاردة البلوزة اللي ظاهرة معانا في الصورة. بلوزة حلوة جدا وترندي السنة دي، وغرزتها سهلة جدا، متاخدش وقت وبتكبر بسرعة. بنستخدم فيها غرزة العمود بلفة وغرزة السلسلة تقريبا فقط، فبتبقى سهلة معانا جدا في تنفيذها وبتكبر معانا بسرعة. هي كلها بنشتغلها عبارة عن أول حاجة قطعتين بيكونوا قد بعض بالشكل ده بنفس العرض وبنفس الطول، وبنحط القطعتين كده على بعض وبنقفلهم من فوق، وبناخد مقاس الباط وبنقفل من الجناب لو عايزين نلبسها طوب كده، ولو عايزين نلبسها نعمل لها كم زي ما ظاهر في الصورة على حسب بقى انت عايزة كم طويل او عايزة نص كم او عايزة كم اقصر من كده، فبرضو بنعمل قطعة بنفس شكل الغرزة بتكون مستطيلة كده وبنركبها في الجنب، والبلوزة سهلة ما بتاخدش وقت خالص في التنفيذ. عشان ننفذ البلوزة دي المقاسات اللي احنا بناخدها، احنا طبعا بنشتغل قطعتين بيكونوا بنفس المقاس بالظبط. اول حاجة هناخدها هو مقاس طول البلوزة. مقاس طول البلوزة زي ما هو ظاهر في الصورة مقاسها قصير، بتحطي المزورة عند كتفك كده وبتشوفي المقاس الطول اللي انت عايزاه. ولو عايزين البلوزة طويلة بناخد مقاس محيط الأرداف، ولو عايزين البلوزة قصيرة زي ما في الصورة بناخد مقاس محيط الصدر. وهنشوف ازاي هناخد مقاس محيط الصدر، وهي نفس الطريقة اللي بنطبقها لما بناخد مقاس محيط الأرداف. فدي اول حاجة بناخدها المقاس بتاع الطول بتاع البلوزة بتاعتنا. تاني حاجة المقاس بتاع فتحة الكم او فتحة الباط. في طريقتين، الطريقة الاولانية ان انت بتجيبي المزورة بتحطيها عند كتفك كده من فوق وبتشوفي المقاس المناسب بالنسبة لك بالنسبة لفتحة الباط. الطريقة اللي انا بفضلها ان انت تجيبي بلوزة عندك تكون مظبوطة ومقاس الكم بتاعها مظبوط، وهتحطي المزورة كده على البلوزة من فوق وتشوفي فتحة الباط عندك قد ايه وتكتبي الرقم ده، وده تاني مقاس بناخده معانا. المقاس التالت هو المقاس بتاع عرض البلوزة، وعشان البلوزة تطلع معانا مظبوطة لو هنعملها قصيرة بناخد مقاس محيط الصدر. يعني ايه؟ يعني هنجيب المزورة كده وهنلفها على اعلى منطقة موجودة عندنا في الصدر، وهنلف حواليها المزورة، ما نكونش شادين المزورة قوي على الجسم وما نكونش رخينها قوي على الجسم، نكون سايبينها كده بوسع معقول معانا عشان ما نفكش بعد كده حاجة او تطلع معانا صغير. لفيتي كده المزورة حوالين اعلى منطقة في محيط الصدر، فلنفترض مثلا انها طلعت معايا 40، هعمل كده المزورة وهشوف نص الاربعين ده كام. طبعا انت على حسب الرقم اللي هيطلع معاكي 20 هيبقى هو ده مقاس العرض بتاع البلوزة اللي هو 20 بالشكل ده. يبقى خدنا مقاس العرض. لو عايزة تعملي نفس البلوزة لكن تعمليها طويلة تكون معدية منطقة الأرداف، هنلف المزورة بنفس الطريقة على أعلى منطقة في الأرداف، وبرضو هناخد نص المقاس وهيبقى هو ده العرض بتاع البلوزة اللي هنشتغل بيه. المقاس ده أهم مقاس بالنسبة لنا نظبطه عشان تطلع معانا البلوزة مظبوطة. المقاس اللي بعد كده اللي احنا محتاجين ناخده هو مقاس فتحة الرقبة من هنا، وعشان يطلع معانا مظبوط هسيب لكم في صندوق الوصف. صندوق الوصف هو اللي بيكون تحت الفيديو على طول بعد العنوان، هسيب لكم فيه المقاسات بتاع فتحة الراس. هتشوفي مقاس محيط الراس. انت لو عاملة البلوزة دي لاطفال، لبنتك مراهقة، لسيدة كبيرة، هتلاقي موجود المقاس بتاع فتحة الرقبة دي هتبقى قد ايه. هيكون موجود دوران محيط الراس، هو ده المقاس اللي احنا هناخده عشان البلوزة تكون بتدخل من الراس. لكن لو انت عايزة تعملي بقى الفتحة كبيرة قوي فبرضو انت بتحددي ده زي ما انت عايزة، لكن انا هسيب لك المقاس المظبوط في الشغل في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنبتدي نشتغل البلوزة. هنبتدي نشتغل القطعة الاولانية. البلوزة دي لو هنعملها قصيرة من غير اكمام هتاخد معانا يعني كده بالظبط زي التوب، هتاخد معانا او نص كم كمان، هتاخد معانا حوالي 3 شلات ونص خيط، يعني 350 جرام. لو هتعملي الكم بتاعها طويل هو الجزء الاولاني بياخد حوالي بكرة ونص، والجزء الثاني بياخد بكرة ونص، يعني 3 بكرات للجزء اللي قدام والجزء اللي ورا. البكرة الزيادة بناخدها الرابعة للاكمام. لو انت هتعملي البلوزة طويلة اطول من كده هتجيبي
خمس بكرات خيط. القطعة اللي قدام هتاخد بكرتين، والقطعة اللي ورا هتاخد بكرتين، والأكمام هياخدوا بكر. يبقى احنا كده قلنا المقاسات وقلنا كمية الخيط اللي احنا محتاجينها. بالنسبة لنوع الخيط، في أنواع كتيرة جدا موجودة في السوق، أنواع حلوة جدا بتبتدي من أول البكرة ب 30 جنيه لحد البكرة ب 80 وب 85. ما ترتبطيش بحاجة معينة، انزلي ونقي وشوفي النوع اللي يعجبك والخيط اللي يعجبك. أهم حاجة إن بس يكون الخيط ما بيبهتش لما بنغسل الشغل بتاعنا، عشان لو غسلناها او كده يكون اللون ما بيطلعش معانا. دي اغلب الحاجات. هنبتدي بقى نشتغل على طول الغرزة بتاعتنا، والغرزة بتاعتنا سهلة جدا وهي كلها تكرار سطرين. هتختاري الخيط اللي انت عايزة تشتغلي بيه، وهتختاري الابرة المناسبة معاه. بنعرف ازاي الابرة المناسبة معاه؟ بتلاقي على بكرة الخيط كده موجود تحت هنا جنب الكمية بتاعت البكرة بيكون موجود شكل كده ابرتين، وبيكون المقاس المناسب. هنا مثلا كاتب من 2.5 لـ 3، ده المقاس المناسب للخيط. انا شغالة بخيط اسمه بيوتي، الخيط ده حلو جدا جدا وسعره معقول. حاليا انا جايباها البكرة ب 45 جنيه، انت طبعا على حسب ما انت عايزة. وهنبتدي ننفذ الشغل بتاعنا على طول. هنجيب الخيط بتاعنا وهنبتدي نعمل اول حاجة عقدة البداية، عقدة بسيطة بالشكل ده، وهندخل الابرة بتاعتنا جواها ونقفل عليها. تكرار الغرزة دي عبارة عن 4 4 4 4 وفي الاخر 3. يعني ايه؟ يعني هنفضل شغالين السلاسل 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4 وهكذا. او تشتغلي مجموعة من السلاسل بشكل عشوائي لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه، وتحدي السلاسل في الاخر تقسميهم على 4 يكونوا بيدوكي رقم صحيح، تكون العدد السلاسل اللي هتعمليها بتقبل القسمة على 4. بعد ما عملت مجموعة من السلاسل تكرار للرقم 4، هاجي امسك اخر سلسلة بالشكل ده وهزود 3 سلاسل، 1 2 3، وهلف الخيط على الابرة، وهاجي في السلسلة اللي انا كنت وقفت فيها اخر واحدة في تكرار الرقم 4، وهسحب الخيط معايا 3 حلقات على الابرة. هطلع من حلقتين ومن حلقتين ابقى عملت عمود بلف. هلف الخيط على الابرة واخش في السلسلة اللي بعدها، وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين وحلقتين تاني عمود بلف. وهفضل شغالة السطر كله، السلاسل كلها اللي انا عملتها اول سطر بغرزة العمود بلفة. ده السطر ده ما بيعتبرش من الغرزة، ده السطر الاساس بس الاولاني اللي هيبقى اساس الغرزة من تحت. بس احنا لسه ما ابتديناش في الغرزة بتاعتنا خالص، وهتفضلي مكررة كده غرزة عمود بلفة لحد ما توصلي لحد اخر السطر. بعد ما اشتغلت السطر بتاعي كله اول سطر بغرزة العمود بلفة، وانا برضو ما قلتلكوش على حاجة في الاول، احنا كم عدد السلاسل اللي احنا بنشتغلها 4 4 4 لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا خدناه بتاع محيط الصدر او محيط الارداف. بعد ما بنشتغل مجموعة السلاسل بنجيب السلاسل كده نحطها، وبنحط جنبيها المزورة من غير ما نشد السلاسل ونشوف الرقم بتاعنا مظبوط. هنبتدي نشتغل غرزة العمود بلفة. بعد ما اشتغلنا غرزة العمود بلفة بالشكل ده، دايما احفظي بقى دي عشان تبقى الغرزة سهلة معاكي، دايما بنبتدي السطر ب6 سلاسل، دايما بنبتدي السطر ب6 سلاسل. هبتدي 1 2 3 4 5 6، اي سطر جديد بنبتديه بنبتديه ب6 سلاسل عشان ما تتلخبطيش. بعد ما عملت 6 سلاسل في اول سطر كده، الغرزة اللي انا طالعة منها مش هشتغل فيها، هسيب الغرزة وهخش في الغرزة اللي بعدها. يبقى اللي انا طالعة منها اهي، سبت غرزة واحدة بس ودخلت في الغرزة اللي بعدها، هعمل غرزة حشو بالشكل ده. هشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، هلف الخيط على الابرة، هسيب غرزة واخش في اللي بعدها، هعمل عمود بلف. ده اول سطر في الغرزة بتاعتنا. 3 سلاسل، هسيب غرزة واخش في اللي بعدها، هعمل غرزة حشو. 3 سلاسل، هلف الخيط على الابرة وهسيب غرزة واخش في الغرزة اللي بعدها، هعمل عمود بلف. 3 سلاسل، هسيب غرزة واخش في الغرزة اللي بعدها، هعمل غرزة حشو. يعني 3 سلاسل حشو
ثلاث سلاسل عمود بلف، ثلاث سلاسل حشو، ثلاث سلاسل عمود بلف، ثلاث سلاسل حشو، ثلاث سلاسل عمود بلف، وبسيب غرزة تحت، وهفضل نفس التكرار لحد ما اوصل لحد اخر السطر، وده السطر الاول بتاعنا في الغرزة بتاعتنا اهو. واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الابرة، هسيب غرزة واخش في اللي بعدها هعمل عمود بلف. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هسيب غرزة تحت، هخش في الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل، هلف الخيط على الابرة، هسيب غرزة وهخش في اللي بعدها هعمل غرزة حشو. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هسيب غرزة وهخش في اللي بعدها هعمل غرزة حشو. اللي قبلها كانت عمود بلف، دي غرزة حشو. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الإبرة وهسيب غرزة وهخش في آخر غرزة معايا هعمل فيها عمود بلف. ادي شكل أول سطر في الغرزة بتاعتنا. نبتدي السطر دايما بست سلاسل، هنبتدي السطر دايما بست سلاسل. سيبنا غرزة حشو تلات سلاسل، سيبنا غرزة عمود بلف تلات سلاسل، سيبنا غرزة عمود حشو تلات سلاسل، سيبنا غرزة عمود بلف تلات سلاسل، وهكذا لحد ما توصلي لحد اخر السطر، وده التكرار بتاع الغرزة بتاعتنا. طيب هبتدي السطر دايما زي ما قلنا بست سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، اي سطر جديد بشتغله وببتدي بست سلاسل، هلف الشغل على ظهره. هنا شغلي كله هسيب كل دول وهشتغل في العمدان بلفة بس. السطر التاني في الغرزة دي وهي تكرار سطرين بس، بنشتغل في العمود بلف. ارتفعت ست سلاسل، هلف الخيط على الإبرة، هسيب كل ده وهجي في العمود بلف، هشتغل فوقيه عمود بلف. تمام، تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب كل ده وفين العمود بلفة اهو، هاجي فوق العمود بلفة هشتغل عمود بلف. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب كل ده وهاجي في اول عمود بلفة بيقابلني هشتغل فوقيه عمود بلف. ده تكرار السطر التاني وهو ده تكرار الغرزة بتاعتنا. تلات سلاسل عمود بلفة فوق العمود بلفة، ماليش دعوة بالجزء اللي في النص ده خالص. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب الجزء ده كله هاجي فوق العمود بلفة هشتغل عمود بلفة. غرزة سهلة جدا وفي منتهى الشياكة، واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الإبرة. طيب فاكرين الست سلاسل اللي احنا كنا ارتفعنا بيهم في السطر اللي فات؟ هاجي في السلسلة رقم اربعة هعمل فيها العمود بلفة، هسيب واحد اتنين تلاتة، وهاجي في السلسلة الرابعة في الست سلاسل الارتفاع اللي كنا ابتدينا بيهم السطر هعمل فيها عمود بلفة. هو ده السطرين تكرار الغرزة بتاعتنا اللي هنفضل نكررهم طول الشغل. بصوا شكل الغرزة حلوة ازاي، جميلة جدا. هنبتدي بقى نكرر السطر الاولاني تاني زي ما قلنا. بنبتدي السطر بايه؟ بست سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هلف الشغل على ظهره. عايزة ارجع تاني اعمل حشو تلات سلاسل عمود بلفة، تلات سلاسل حشو، هعملها بقى ازاي؟ ارتفعت ست سلاسل، الفراغ الكبير اللي مقابلني ده هدخل جواه كده وهعمل غرزة حشو. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الابرة فوق العمود بلفة هشتغل عمود بلف. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، الفراغ الكبير ده هشتغل فيه غرزة حشو. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الابرة فوق العمود بلفة هشتغل عمود بلف. بالشكل ده بكرر السطر الاولاني مرة تانية. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، الفراغ الكبير ده هخش جواه كده هشتغل غرزة حشو. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الابرة فوق العمود بلفة هشتغل عمود بلف. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، الفراغ الكبير ده هشتغل جواه غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الإبرة فوق العمود بلفة هشتغل عمود بلف. بالشكل ده. طيب وصلت هنا لحد الست سلاسل اللي ابتدينا بيهم السطر، عادي جدا. واحد اتنين تلات سلاسل، وهخش في الفراغ بتاع الست سلاسل هعمل غرزة حشو.
تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهاجي برضو في السلسلة رقم تلاتة، واحد اتنين تلاتة، اهي هلف الخيط على الابرة وهدخل فيها وهعمل عمود بلف. في الست سلاسل دخلت فيها اشتغلت غرزة حشو ثلاث سلاسل وعمود بلفة في السلسلة رقم اربعة. يبقى احنا كده كررنا السطر الاولاني اهو مرة تانية. هبتدي اعمل بقى السطر التاني معاكو برضو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كل سطر بنبتديه بست سلاسل، هعمل ايه؟ هلف الخيط على الابرة، هسيب كل ده، هاجي فوق العمود بلفة، هشتغل عمود بلفة. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، لف الخيط على الابرة، فوق العمود عمود. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الابرة، فوق العمود عمود. واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الابرة، فوق العمود عمود. واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط على الابرة. عندي هنا الست سلاسل اللي ابتدينا فيهم السطر. زي ما عرفنا هنقف في السلسلة رقم اربعة، واحد اتنين تلاتة، هاجي في السلسلة رقم اربعة وهعمل فيها عمود بلف. هكذا ادي شكل الغرزة بتاعت، سهلة جدا جدا وسريعة وبتكبر معانا بسرعة وشكلها في منتهى الروعة. ودي شكل الغرزة بتاعت. هتبدلي شغالة كده طبعا لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه بتاع البلوزة بتاعتك، سواء كنا هنعملها قصيرة او هنعملها طويلة. العرض بتاعنا مظبوط والطول بتاعنا مظبوط. خلاص بعد ما خلصنا القطعة دي بنشتغل قطعة تانية زيها بالظبط بنفس العرض وبنفس البداية وبنفس الطول، زي ما ابتدينا بنفس عدد السلاسل وبنفس عدد العمدان، ونشتغل بيها لحد ما نوصل لفوق. طب عايزين نقفلها. وش الغرزة اهو ده الوش بتاعها، بيبان من شكل الغرز كده. ادي الوش بتاعها وادي الوش بتاع القطعة التانية. هحط الوش على الوش كده واظبط الغرز بتاعتي كلها قصاد بعضها مظبوط. في المرحلة دي هحتاج حاجتين، هحتاج ماركر حاجة اعلم بيها، وهحتاج ابرة التنظيف. الماركر اهو، ممكن نجيب الماركر ده بيتباع في محلات مستلزمات الخياطة، ممكن تستعملي بنس شعر او دبابيس مكتب او قطعة خيط، مفيش اي مشكلة. وبنحتاج حاجة اسمها ابرة التنظيف، هي دي ابرة التنظيف، في منها بلاستيك وفي منها حديد، بتبقى الفتحة بتاعتها من هنا كبيرة كده ومن فوق ما بيكونش ليها سن عشان لما نخيط بيها وسط الشغل. هبتدي هاجي هنا عند اول غرزة هنا مع اول غرزة هنا اهو، هظبط شغلي كده وهجيب علامة وهظبط الغرز دي قصاد بعضها، بداية الشغل بتاعي من فوق بالشكل ده، وهظبط الجزء اللي تحت برضو مع بعض. تمام. وبعدين هجيب المزورة بتاعتي وهشوف مقاس فتحة الباط اللي احنا كنا اخدناها كام اهو، اللي احنا خدناها من على جاكيت او بلوزة مظبوطة عندي، وهشوف المقاس بتاعها كام. زي مثلا المقاس بتاعها جه لحد هنا، هاجي في المكان اللي انا خدته للمقاس. مظبوط جدا انك تحطي علاماتك عشان ما يطلعش الباط ضيق او اي حاجة، ويبقى كده حددنا مقاس فتحة الباط وحددنا الجنب. الفتحة بتاعت الرقبة نفس الفكرة، هتشوفي المقاس اللي موجود في صندوق الوصف اللي قلت لك هسيبهولك بتاع فتحة الراس. زي مثلا المقاس بتاع فتحة الراس طلع عندك 10 سنتي او 20 سنتي، زي ما هيكون هتحطيه كده في النص بالظبط. هتشوفي النص بتاع البلوزة بتاعتك فين اهو، عندي النص، والرقم اللي طلع معاكي كام. مثلا زي طلع عندي 10 اهو، هاجي هقسم كده وهحدد المقاس بتاع فتحة الرقبة. اهم حاجة تحطي مقاساتك دي تكون مظبوطة اهو بالطريقة دي.
نبقى حددنا مقاس فتحة الرقبة، وادي الاكتاف، وادي الباط، وادي الجنب، وهنبتدي نقفل البلوزة بتاعتنا. عندك اختيارين، ممكن تجيبي الابرة بتاعتك عادي، ابرة الكروشيه، وتجيبي الخيط بتاعك عادي ببدايته عادي، وتخشي في الغرز كده وتبتدي تشتغلي من هنا كده لحد الاخر غرز حشو، مفيش اي مشكلة. ممكن تشتغلي بابرة التنظيف، هنجيب ابرة التنظيف كده وهنخش في الغرز بالشكل ده، وتبتدي تعملي غرزة سراجة عادية جدا جوه الغرز، مش من الفراغات، ما تخشيش من الفراغات هنا، لا خشي ما بين الغرز كده وقفلي الجزء ده، وقفلي الجزء ده، وهنا برضو هتقفلي الجزء ده، وهتقفلي الجزء ده لو هتلبسيها توب كده من غير ما تعملي لها اكمام. تمام، قفلناها كده. تمام، انا بس عشان وقت الفيديو ما يطولش اكتر من كده ويبقى ممل، بشرح لكم الطريقة اللي هنعملها دي. بعد ما انت كده خلصتي الكم بتاعك، هتشتغلي قطعة مستطيلة للكم بتاعك. انت شفتي فتحة الباط مثلا عندك طلعت 10 سنتي، لو جينا قسنا كده مثلا ده كروكي، فتحة الباط طلعت عندك 10 سنتي، يبقى انت هتشتغلي قطعة مقاسها 20 سنتي. ليه؟ عشان لما نتنيها كده تبقى هي الفتحة بتاعت الكم. فلنفترض ان هي دي القطعة اللي انا اشتغلتها عشان خاطر الكم، هاجي اتنيها بالشكل ده اهي. تمام، هركبها هنا الاول، هجيب البلوزة بتاعتي كده بعد ما اقفل الاكمام من فوق هنا، وادي الفتحة بتاعت الرقبة اهي، هجيب الكم كده من النص هحطه هنا، وهخلي القمر ده برا، وهقفل برضو الجزء ده كده بغرزة الحشو او بغرزة السراجة. وبعدين لما هتني البلوزة كده وهيتني الكم كده بعد ما اتخيط معاها، هيبقى مظبوط بالشكل ده، وهبتدي اقفل من اول هنا لحد الجنب بالطريقة برضو اللي انت عايزاها، سواء كان بغرزة الحشو او بغرزة السراجة. وبكده نفس طريقة الكم ده هو نفس الطريقة اللي هنركبها للكم التاني، وكده تبقي عملتي البلوزة بتاعتك، ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش خيط، الغرزة بتاعتها حلوة جدا، وشكلها زي ما انتوا شايفين في الصورة كده تحفة. ممكن تعمليها بلون واحد، ممكن تعمليها بالخيط الجنجو، هتبقى جميلة جدا. بصوا قد ايه الغرزة جميلة. ملحوظة برضو مهمة، الرقم اللي هتلاقيه للابرة على شلة الخيط هو الرقم اللي تلتزمي بيه، ما تكبريش مقاس الابرة ابدا. انا دايما لما كنا بنعمل كارديجان او بنعمل جاكيت بقول لكم لا استخدموا ابرة تكون اكبر برقم او برقمين من على الخيط، لكن انا جربت ان انا اشتغل الغرزة دي بابرة مقاسها اكبر، الحقيقة كانت واسعة وكانت الغرزة مش حلوة، كان شكلها مش لطيف، فاستخدمي المقاس اللي مكتوب بالظبط على البكرة، مكتوب عليها انا عندي هنا 2.5 3، استخدمي 2.5 أو 3 زي ما مكتوب عليها بالظبط، عشان تطلع معاكي الغرزة متماسكة كده وشكلها حلو. ده كانت الطريقة بتاعت البلوزة معانا اللي نفذناها النهاردة، اتمنى يكون الشرح كان واضح وبسيط، وتكون طريقة البلوزة عجبتكم وانكم تنفذوها. لو في اي اسئلة او في اي كومنتات انا بتبسط بيها جدا، اكتبوها لي في التعليقات. لو في اي موديلات عايزين ننفذها، اللينك بتاع الفيسبوك موجود على القناة، ابعتوا لي عليه الصور اللي عايزين او الموديلات اللي عايزين ننفذها، سواء كانت شنط او جواكت او كارديجان او بلوزات، زي ما انتوا عايزين اقترحوا عليا يا جماعه افكار، انا بحاول اجتهد اجيب لكم افكار للموديلات الترندي واللي سهل ان احنا ننفذها بخيط مش كتير ويكون في نفس الوقت شكلها شيك. اتمنى يكون الشرح كان اعجبكم، ونتقابل في فيديو جديد.